السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح قال كلمة مهمة جدا في حفل إفطار الأسرة المصرية، وأكد على أنه العهد اللي بينه وبين الشعب المصري هو الصدق في القول والإخلاص في العمل، وقال أن الدولة المصرية اتعرضت لتحديات كبيرة لكن عزيمتها لا تلين من أجل تحقيق البناء والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، الشعب المصري العظيم، استهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه تهنئتي لكل المصريين بتلك الأيام المباركة التي اختلطت فيها أعيادنا مسلمين ومسيحيين، فكانت أيام شهر رمضان الفضيل متزامنة مع خميس العهد والجمعة العظيمة وعيد القيامة. كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم، وطن يجمعنا بالخير والسلام والمحبة. السيدات والسادة، إن العهد الذي بيني وبينكم منذ أن تشرفت بالمهمة التي كلفت بها بأمر الشعب المصري العظيم هو عهد الصدق في القول والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من كل انتماء، الانتماء لله والوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل إنفاذ إرادة الأمة وتحقيق أحلام أبنائها، كانت خطواتنا ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة. وعلى مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم. كمان سيادة الرئيس أكد على أن الأزمات وأثارها لا تسقط بالتقادم، وأيضا الخراب والدمار لا يسقط بالتقادم. وقال سيادته أنه أنا بتكلم في النقطة دي تحديدا علشان متواجدين في ظروف صعبة بتمر بيها مصر والعالم كله، وبالتالي محتاجين نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد وبأمنها واستقرارها ومستقبلها. واسمحوا لي هنا أخرج على النص، لأن أنا عايز أقول الأزمات وأثرها لا تسقط بالتقادم. الأزمات وأثرها لا تسقط بالتقادم، وأنا بتكلم في النقطة دي تحديدا علشان إحنا يعني متواجدين في ظل ظروف صعبة بتمر بها مصر والعالم كله، وبالتالي محتاجين نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد هنا بأمانها واستقرارها ومستقبلها. عشان كده بقول إن الآثار لا تسقط بالتقادم، والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم، ولكن هو آثار ممتدة عبر التاريخ لغاية لما نستطيع أن نتجاوزها، ولكن يبقى بعد ذلك إن دي يبقى تاريخ عندنا. أنا هتكلم هنا عن بعض الأرقام اللي ممكن تكون واضحة لينا كمصريين في مناسبة كريمة زي اللي احنا موجودين فيها، وأقول لكم إن احنا في مصر في أحداث 2011 و12 هقول أرقام، الأرقام دي كاشفة. أنا مش هتكلم على 13 و14 و15 و17 لغاية ما نحن فيه الآن، لكن أنا بذكرها دلوقتي يمكن حد يقول هو سياقها ليه؟ أنت بتتكلم في المواضيع دي ليه؟ أنا بتكلم في أسباب ما نحن فيه، بوصف حالنا اللي احنا محتاجين دايما نتذكره ونعرف ما الأسباب. الأزمة الكبيرة مش اللي موجودين احنا فيها دلوقتي، اللي تعرضت عليها الدولة المصرية خلال تاريخها الحديث. كمان امبارح سيادة الرئيس اتكلم عن مسلسل الاختيار وقال انه بيوثق حقائق عاشتها الدولة المصرية. يمكن كتير مننا بيقول هو المسلسل اللي اتعمل ده كان الهدف منه ايه؟ الهدف منه ان احنا نسجل بأمانة وإخلاص وشرف في وقت بينعدم فيه الشرف والصدق، ينعدم فيه احنا بنزايد كتير، لكن احنا كنا حريصين، وانا اقدر اكد لكم ان على الاقل كل كلمه اتقالت في الوقت ده مع الناس الكبار يعني بمنتهى الدقه ده اللي حصل. طب معقول ان حد يبقى مختلف مع حد
في أفكاره يساعده؟ يساعده ليه؟ طب يتآمر؟ ما يتآمرش ليه؟ ما يتآمرش ليه؟ مش كده ولا ايه؟ لا والله، وانا بحلف بالله ابدا. وسبب النجاح وسبب التغيير ان لا كان في تآمر ولا في خيانه ولا في عدم اخلاص، لان الاخلاص ما كانش لحد، الاخلاص كان لله وللوطن ده اللي ما يتحملش اكتر من كده. يعني انا لما اجي اقف الوقفه ديت مع الرئيس مرسي الله يرحمه، انا بقف مع مصر. بقف مع مين؟ مع مصر. لو اتأمرت عليه بعد ما تولى يبقى انا اتأمرت على مصر، يبقى انا ايه؟ اتأمرت على البلد. اتأمرت على، تأمرت على 100 مليون، ضيعت حياته ومستقبل واستقرار 100 مليون. الحب هنا ملوش مكان، الفكر هنا ملوش مكان، الإخلاص والأمانة والشرف من أجل بناء وحماية وطن. وأنا بقول لكم والآخر، إحنا في يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هنقف قدامه، وكل واحد مننا بما فيهم أنا هتسأل على كل كلمة وكل فعل أنا فعلته في حياتي كلها، وطبعا في الفترة المهمة ديت. كمان تطرق السيد الرئيس للدور المهم للمثقفين والإعلاميين، وقال سيادته أنه المثقفين والإعلاميين والمفكرين والسياسيين عليهم مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على مصر حتى يتشكل وعي حقيقي لدى المجتمع قادر على أنه يكون كتلة صلبة لمواجهة كل المحاولات اللي بتستهدف البلد. قد يكون أحيانا الوقت مش مناسب لقول الصدق فتسكت لغاية لما يجي الوقت اللي تقوله عشان الناس تعرف. هو الفصيل اللي كان موجود معانا دوره في التشكيك، دوره في التشكيك وبناء حالة عدم ثقة في مجتمعنا المصري توقفت على مدار 90 سنة. طب خير يعني؟ طب هي أثرها إيه؟ أثر ده إيه؟ لما أنا أقعد من خلال تواجد في قواعد المجتمع ومفاصله وأقعد أتكلم 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 على ان انا اشكك في كل حاجه زي ما حتى بيحصل دلوقتي، هو الناس ما بتسمع، والناس بسيطه، والناس مشغوله بحالها وبظروفها المعيشيه، هيقعد يفرز بقى ويناقش الموضوع ده صح ولا غلط؟ لكن يبقى المثقفين والمفكرين والسياسيين والاعلاميين عليكم مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على البلد ديت، في الحفاظ على مصر، حتى يعني نتجاوز مش الأزمات دي، حتى يتشكل وعي حقيقي لدى مجتمعنا قادر على أن يكون هو الكتلة الصلبة في مواجهة كل المحاولات اللي بتتعمل ديت. لما التقيت بالإعلاميين في توشكا، فبقول لهم سيدنا سليمان حكم لأختين كان عندهم بيتخانقوا بيتصاروا على طفل، فقال الاثنين بيحلفوا، طب هعمل ايه؟ هو ما يعرفش يعني، وبيصروا على ان كل واحده بتقول ده ابني، فقال طب اقطعوا اثنين، هاتوا سكينه اقطعوا اثنين. فصاحبه الام قالت ايه؟ خدوه بس ايه؟ يعيش. خدوه ايه؟ بس يعيش، مش مهم يعيش معايا، المهم يعيش، مش مهم مصر تبقى معايا، المهم مصر تعيش. أنا والله صادق معاكم، والكلام ده أنا قلته في أحد جلسات المجلس العسكري أثناء 2011 وقبل الانتخابات ب6 شهور. بيقولوا مين اللي جاي؟ فقلت لهم الإخوان. فحصل نقاش، قلت لهم بلد بالإخوان ولا مفيش بلد؟ اختار. دلوقتي تعالوا نتابع القرارات اللي أعلنها سيادة الرئيس امبارح
في حفل إفطار الأسرة المصرية، واللي تضمنت تكليفات في كل المجالات السياسية والاقتصادية وكمان الاجتماعية ودعم الصناعة ودعم المزارعين وإطلاق حوار سياسي لكل القوى بدون أي استثناء أو تمييز. وفي سبيل تحقيق ذلك أؤكد لكم بأنني قررت ما يلي. أولاً، تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، وتوجيه كل الدعم اللازم للمستثمرين المصريين في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقاري والتحول الرقمي. ثانياً، إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات. بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين. ثالثاً، تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد 9 ملايين أسرة، مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري. ودعوني في هذا الجمع الكريم أن أتقدم لجميع أعضاء هذا التحالف من جمعيات ومؤسسات بالتحية والتقدير على الجهد المبذول والتنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني. رابعاً، انطلاقاً من الإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، فإنني أدعو كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. خامساً، تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، وبما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح. سادساً، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة. ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعدد من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعا، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. سابعاً، تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المعارض المختلفة التي تم إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية، باستمرار عمل هذه المعارض لتقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري. ثامناً، تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصياً مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. وأنا عايز أقول لكم هنا برضو، في حواري مع الإعلاميين تكلمت على موضوع الإصلاح السياسي وقلت هل هذا الموضوع
كان في يعني كان في بالنا ولا لا؟ كنا نستهدفه ولا لا؟ عايزين نعمله ولا لا؟ لا طبعا. انا على المستوى الشخصي كنت حريص على هذا الامر، ولكن يمكن الاولويات كانت مأجلة الموضوع ده شويه. لكن دلوقتي انا بقول ان احنا بنطلقه وبنتيح الحوار والنقاش لكل القوة بدون استثناء او تمييز، القوة السياسية بدون استثناء او تمييز، وايضا بعد ما يبقى فيه مخرجات معينة هذا الامر يعرض على مجلس الشعب، على البرلمان اسف، وعلى مجلس الشيوخ، عشان يبقى الاقرار او القوانين المطلوبة او مزيد من النقاش فيه يتم العمل عليه. احنا محتاجين نعمل ده دلوقتي بعد المرحلة اللي احنا عملناها، لما قلنا ان الدولة المصرية خلاص احنا في اطلاق للجمهورية الجديدة، وبالتالي لابد ان يكون ده ضمن المفردات اللي احنا نتقدم بها عند اعلان الجمهورية الجديدة، واتمنى التوفيق في هذا الامر. يعني تاسعا، قيام الحكومة بالاعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذا عجز الموازنة على مدار الاربع سنوات القادمة. عاشرا، قيام الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة. الحادي عشر، تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنوياً ولمدة أربع سنوات. الثاني عشر، قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، ومن ضمنها شركات مملوكة للقوات المسلحة، وذلك قبل نهاية هذا العام. الثالث عشر، استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد 700 من الغارمين والغارمات المتواجدين في السجون بتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم، والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً. وفي نهاية حديثي وسط هذا الجمع الكريم الثري من أبناء شعب مصر العظيم، أؤكد لكم جميعاً بأن هذا الوطن العزيز أقوى مما يتصور المتربصون به، وأغنى مما يظن المشككين فيه، ومصرنا الغالية القوية التي تخطو خطواتها الأولى لتدشين الجمهورية الجديدة، إنما هي قادرة على تخطي الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص. مصر الجديدة هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية. مصر التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة، وصنع مجدها سواعد أبنائها، وزرع لها الأمل فلاحوها، وأصنع لها المستقبل عمالها، وتشعب النور ثقافة وفنا وعلما بعقول علمائها. مصر الوطن الذي تردد له وبه دائما. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل امبارح اجتماع تابع فيه مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، ووجه سيادته باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللي بتضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، وقد تم في هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتي شهدت تحسنا ملموسا مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4.9%، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، فضلا عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي وهي
المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم على سبيل المثال توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وكذا 16 مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة تكافل وكرامة بنسبة نمو سنوي 23%، فضلا عن قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص. كما استعرض الدكتور محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخرا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قام برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5.9%، خاصة في ضوء تثبيت المؤسسة المالية الدولية للتصنيف الائتماني، وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية، حيث أشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية. كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي. وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021-2022 بالكامل، أوضح السيد وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلا عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب وكذلك ميكنة المنظومة الجمركية. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة، وكذلك التيسير على المواطنين، وفي ذات السياق تعزيز جهود تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلا عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي، وذلك اتساقا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل لكافة أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام المالي الحالية، فضلا عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق في مصر، على أن تكون بداية التطبيق في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة. وقد اطلع السيد الرئيس أيضا على مستجدات تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني للمستهلكين والتي بدأت تطبيقها بشكل تجريبي منذ 15 من أبريل الجاري، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في مطلع شهر يوليو القادم. كما تم كذلك عرض تطورات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث تخطى عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 70,000، كما تم تسجيل ما يزيد عن 210 مليون فاتورة. وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الضريبية والنتائج التي حققتها المأموريات الضريبية التي شهدت تفعيل منظومة الميكنة بها، حيث وصل معدل النمو في إقرارات الدخل للأفراد إلى حوالي 18% نتيجة لتقنية البيانات والمتابعة وأعمال الميكنة. وتابع السيد الرئيس كذلك جهود ميكنة المنظومة الجمركية والالتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إلكتروني كامل بدءا من مطلع الشهر الجاري، موجها سيادته بالإسراع في استكمال الجهود التي تؤدي إلى خفض زمن الإفراج الجمركي.
امبارح الموسيقات العسكرية شاركت في احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، وقامت إدارة الموسيقات العسكرية بتنفيذ زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57-53، وكمان قدمت عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية. في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، قامت إدارة الموسيقات العسكرية بتنفيذ زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57-53، قدمت خلالها عدداً من العروض الفنية والمعزوفات الوطنية المتميزة والتي تفاعل معها الأطفال والزائرون للمستشفى بالسعادة والفرحة. وأشاد فريق عمل المستشفى والأطقم الطبية بتلك الفعاليات لما لها من أثر كبير في نفوس الأطفال ورفع الروح المعنوية لديهم، فضلاً عن تعميق ارتباطهم بالقوات المسلحة. وفي سياق متصل، شاركت الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصري العظيم في احتفالات ذكرى تحرير سيناء من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.